خلينا نروح ل يعني الاسطوره الكبيره جدا، ومش بس تحقيقك ميداليه هو اللي بيخلي الناس تحترمك وترفع لك القبعه. عمر عصر لاعب تنس الطاوله، دي صورته معانا، عمل انجاز تاريخي كاول عربي وافريقي يوصل لدور الثمانيه في تنس الطاوله. تنس الطاوله لعبه صعبه واحتكارها كامل من دور شرق اسيا على راسهم الصين، احتكار كامل. انا بقول بمعنى يعني دايما تلاقي منصه ثلاثه من شرق اسيا وممكن تبقى الثلاثه الصين كمان. فعشان يوصل عمر عصر لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي واللي اكتشفه النادي الاهلي، انه يوصل لدور الثمانيه ودي ثالث دوره اولمبيه يشارك فيها، يبقى ده انجاز كبير جدا يستحق عنه التحيه. وخليني اقول لكم ان اللي طلعه بطل العالم والمصنف الثاني دلوقتي، وطلع بنتيجه 4-1 بعد مباراه كانت قويه. فكل الشرف وكل الفخر ليك يا عمر ان انت توصل للمرحله دي، واللي طلعك بطل العالم، ولسه على فكره عنده يعني فرصه انه يلعب، لان في الطرديه لو اللاعب ده خد المركز الاول. ما انا عارف، بس هو يعني على العموم مفيش مشكله. خلينا نوقف على الانجاز اللي هو عمله دور الثمانيه، ونقول ان هو خد عمر عصر ما مشاش من البطوله، لسه مكمل. طب مكمل ليه؟ لان في منافسات الفرق. كل الكلام اللي حضرتك شفتوه ده كان منافسات الفردي والزوجي، في منافسات فرق. طب مين اللي هيلعب في الرجال ومين اللي هيلعب في السيدات؟ اللي هيلعب في الرجال عمر عصر، اخوه خالد عصر واحمد صالح احتياطي بتاعهم البالي. سيدات هتلعب دينا مشرف ويسرى اشرف حلمي وفرح عبد العزيز والاحتياطي بتاعهم هنا جوده. دول الفرق لسه هنلعب، ومحدش يعرف، ممكن نحقق انجاز. يعني تنس الطاوله الحقيقه لما عمر يوصل للانجاز ده محدش يعرف، ممكن القرعه تخدمنا بشكل كبير، نحقق انجاز كمان على مستوى الفرق. مش بس الميداليه الناس بتحس بيها، ولكن بتحس ايضا بالانجاز ده.